بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البين على من ادعى واليمين على من أنكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي القاعدة الشرعية الأصولية الأساسية، والمادة واحد من قانون الإثبات المصري نصت على إن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. دي هي القاعدة الأساسية. يبقى مين اللي مكلف بعبء الإثبات؟ اللي مكلف بعبء الإثبات هو المدعي، هو اللي بيلجأ للقضاء، هو اللي بيقيم دعواه عشان القضاء يحكم له بمطلوب. القاعدة دي بتصير إشكاليات. بداية بنقرر إن قواعد الإثبات اللي هي وردت في قانون الإثبات المصري، القواعد الموضوعية اللي هي طرق الإثبات دي، ليست متعلقة بالنظام العام. يعني يجوز ان انا اتفق مع خصمي ان في حالة حدوث منازعة مش هنلجأ لشهادة الشهود، مش هنلجأ للخبرة، هنكتفي بالادلة الكتابية فقط. لكن القواعد الاجرائية اللي هي المحاكم بتطبقها بالنسبة لطرق الاثبات دي، سماع الشهود، الاعلام بالاحالة للتحقيق، ما يجوز للخصوم ان هم يفرضوا على المحاكم اجراءات او يتفقوا على خلاف اللي القانون نص عليه من هذه الاجراءات. يبقى القواعد الموضوعيه يجوز الاتفاق على خلافها، لكن القواعد الاجرائيه متعلقه بالنظام العام فلا يجوز الخصوم الاتفاق على خلافها. بالنسبه لعبء الاثبات، بنوضح في البدايه ممكن اثناء المنازعه بتصور إشكالية متعلقة بتطبيق قانون أجنبي مثلا في منازعات دولي خاص هو اللي بيحكم النزاع. محكمة النقض اتعرضت للإشكالية دي في حكم سنة 54 وفي حكم سنة 67، قررت أن القانون الأجنبي يعتبر واقعة. مادام اعتبرته واقعة يبقى إيه اللي بيتمسك بيه عليه أنه هو يثبته. محكمة النقض بعد كده وفي طعن الشهير اترفع فيه استاذنا الجليل المرحوم الاستاذ الدكتور هشام صادق في حقوق اسكندريه، اقنع المحكمه ان القانون الاجنبي بيفضل محتفظ بصفته كقانون، نفس الالزام زي القانون الوطني بالظبط. وكون ان المدعي بيتطوع لاثباته او بيحاول البحث عن مواده عشان تتطبق والقاضي يحكم له باللي هو عايزه، لان هو ده القانون اللي منطبق على النزاع بتاعه، دي بتعتبر من قبيل المعاونه في الاثبات، لكن يفضل محتفظ بطبيعته كقانون. يعني بمجرد ما انا اثبته قدام المحكمه، محكمه ملزمه ان هي تطبقه. ده بالنسبه للقانون. في بقيه الاحوال، اي شيء المدعي بيستند اليه في دعواه عليه ان هو يثبته. استند مثلا ماده 163 مدني، كل خطا سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض. دي المسؤولية عن العمل الشخصي. المسؤولية عن العمل الشخصي هنا وجبة الإثبات في أركانها الثلاثة، خطأ أو ضرر أو سببية على المدعي اللي هو بيرفع الدعوة. دي القاعدة العامة. في نوع تاني زي مسؤولية عن حراسة الأشياء مثلا، دي القانون حط فيها قرينة الخطأ المفترض. يعني افترض أن الخطأ ثابت في مواجهة المدعي عليه، وإن على المدعي أن بيثبت ربطة السببية والضرر الصابه. وبنوضح ان القرينة هنا ما تعتبرش في قانون الاثبات ان هي دليل لصالح اللي اتكررت لصالحه، لا، القرينة هنا هي قاعدة يعني بتنقل عبء الاثبات، لكن ما تعتبرش في حد ذاتها دليل. هي عبارة عن قاعدة معفية من الاثبات. لو ضربنا امثلة في القانون المصري للقرائن دي، في عندنا في قانون الاحوال الشخصيه الحاله اللي الزوجه بتطلب فيها الطلاق لان جوزها اتجوز باخرى، في خلاف حصل بخصوص النقطه دي. البعض اعتبر ان الزوجه وهي بترفع القضيه عليها اثبات الضرر اللي صابها نتيجه اقتران الزوج باخرى. في احكام تانية اعتبرت لا، ان الزوج هنا عليه ان هو يثبت ان هي ما صابهاش ضرر، وان هي كانت تعلم ان انا كنت متزوج باخرى، لان المادة في حد ذاتها
البعض اعتبر ان هي اضافت قرينه لصالح الزوجه والزوج هو اللي عليه ان هو ينكر، بالاخص ان في الماده ان المأذون ملزم ان هو بيخطر الزوجه في حاله زواج الزوج بواحده ثانيه غيرها. في قرينه ثانيه في قانون الضرائب، عبء اثبات عدم مطابقه دفاتر الممول للحقيقه. الممول بدام قدم الدفاتر بتاعته وكانت منتظمه، يفترض ان دي قرينه في صالحه بتعفيه من الاثبات، وبتبقى يعني قرينه لصالحه ضد مصلحه الضرائب. اذا مصلحه الضرائب شافت ان الدفاتر دي مش منتظمه يبقى عليها هي ان هي تثبت العكس، ما اثبتتش يبقى القرينه استقرت هنا لصالح الممول وتعتبر الدفاتر هنا سليمه. في قرينه عبء اثبات حصول الاسراء بلا سبب، هنا على الدائن ان يثبت حصول الوقعه اللي ادت لافتقاره والاسراء الغير بدون سبب على حساب. هنا اسيم ما فيش قرين، لكن هنا خطا واجب الاثبات. برضو في العقود في القانون المدني، العقود التبادليه، كل واحد عليه انه يثبت انه قام بالالتزام اللي عليه في العقد عشان يوصل ان الطرف الثاني هو اللي اخل بالتزامه، ويقدر يوصل مثلا ان يتحكم له بالفسخ. في نقطة هامة نحب ان احنا نوضحها لزملائنا، مدام ان القانون نص على عبء الاثبات ومين اللي مكلف بيه، علينا بصورة شديدة الاهمية ان احنا نراعي القاعدة دي. ما تطوعش انا من نفسي ان انا اثبت شيء انا غير مكلف باثباته. احكام النقض استقرت ان عبء الاثبات لو ما كانش عليك في جزئية معينة وانت تطوعت لاثبات شيء انت غير مكلف باثباته، اخفاقك في اثباته يتخذ قرينه ضدك. ده بيوضح قد ايه ان الموضوع خطير. يبقى انا لو احترمت القانون وما تطوعتش لاثبات شيء انا غير مكلف باثباته، ده هيكون افضل. نقطه تانية برضو مهمه، اذا المحكمه خلفت قواعد الاثبات وما راعتهاش، او كلفت خصم ان يثبت شيء هو غير مكلف بيه والقانون ما كلفوش ان هو يثبته، اهدرت قرينه، ده سبب من ضمن اسباب الطعن في حكمها بطريق النقض، لان هي كده بتكون خلفت القانون. وقعه اخيره طريفه حصلت نحب ان احنا نسوقها للزملاء، بتاكد الكلام اللي احنا لسه قايلينه. كان في دعوه طرد اترفعت من مشتري جديد للعقار على واحد من السكان. أنا كنت عن المدعي عليه. دفعنا بعدم قبول الدعوة رفعها من غير ذي صفة، لأن مالك العقار اللي هو المدعي في القضية ما قدمش ما يفيد إعلاننا بالحوالة، وبالتالي الراجل ده ملوش صفة المالك في مواجهتنا. القضية قعدت متداولة سنين وراحت خبرة ورجعت، وجينا قبل نهاية القضية بجلسات بسيطة، المحكمة اقتنعت بالكلام ده بعد ما رجعت القضية من الخبرة وبتفصل في الدفع ده، فحجزتها للحكم وطلعت حكم استجواب للمدعي اللي هو الملك الجديد، بتطلب منه انه يقدم سند ملكية العقار بالنسبة للملك الأصلي، سنده هو في الشراء، سند ملكيته في الشراء من الملك الأصلي، وثالث حاجة إعلام الوراثة لأن القضية كان فيها ورثة. حضرنا في الجلسة المحددة لنظر حكم الاستجواب، فوجئنا إن المدعي ما حضرش، يعني ما نفذش اللي المحكمه طلبته. كنا هننسحب ونسيبها للشاب او هنحجزها بحالتها. فاجئت ان القاضي بيقول لي طيب ما تجيب انت الحاجات دي. فطبعا انا اعترضت، قلت له يا ريس انا غير مكلف باثبات الحاجه دي، والمحكمه ما طلبتش مني انا ان انا اجيبها. فالقاضي قال عامه هو مش فرض عليك. اخر الجلسه فوجئنا ان المحكمه طلعت قرار والزمتنا احنا كمدعى علينا ان احنا اللي نجيب المستندات دي. كتبنا مذكره للمحكمه وشرحنا ان احنا غير ملزمين ان احنا نثبت صفه المدعي. تاني حاجه انا نفسي دافع بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفه، يبقى من شان تنفيذ قرار المحكمه ده اللي انا مش مكلف بيه بموجب حكم الاستجواب انه يعتبر تنازل ضمني عن دفعي، ده تنازل صريح. ازاي ان انا ادفع بعدم القبول ورفعها من غير ذي صفه وانا اروح اجيب مثلا اعلام الوراثه اللي بيثبت صفه المدعي اللي رافع القضيه؟ فكتبنا مذكره شرحنا الكلام ده، ان احنا بنتمسك بالدفع وان احنا متمسكين بان المحكمه تنفذ حكمها على المدعي اللي هي ألزمته من الأول إن هو يجيب المستندات دي، وإن إحنا متمسكين بعبء الإثبات، مش هنتطوع لإثبات شيء إحنا غير مكلفين به. المحكمة لما لقت إن الوضع بالطريقة دي حكمت بوقف الدعوة وقف جزائي، يعني يعتبر ضمنا إن هي
رجعت تاني عيب الإثبات على المدعي، وكده انتهت القضية. فكسبنا القضية بنحية إجرائية بسيطة، إن احنا اتمسكنا بحقنا اللي هو مقرر في القانون، ما اتطوعناش ما نسخناش إن احنا نجري نروح نثبت شيء لمجرد المحكمة طلبته. لا، لازم إن أنا أحكم عقلي وأشوف هل الشيء ده أنا مكلف بيه ولا غير مكلف بيه، عشان ما سيبنيش ضرر بعد كده في القضية. نتمنى إن احنا نكون أفدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.